بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini dahsyatnya selawat ahli samawat untuk terkabulnya segala hajat dan melancarkan rezeki serta akan mendapatkan jalan keluar dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara-saudaraku sekalian yang hari ini banyak masalah, problem hutang, amanah, problem rezeki, problem masalah anak-anak yang sulit untuk diatur, ataupun ada masalah rumah tangga, serta masalah-masalah berat yang lainnya, ya, berupa penyakit. Mari sama-sama kita dengarkan salawat ahli samawat, ya. Ahli samawat ini adalah salawatnya ahli, ya. Samawat artinya penduduk langit, ya, penduduk para langit-langit, ya, para penduduk langit-langit, ya. Mari sama-sama dengarkan dan kita bertawassul terlebih dahulu dan kemudian berdoa di akhir video ini. Al-Fatihah. Ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa zurriyati wa ahli baitihi syailul mulfat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى روح من جميع الأنبياء والمرسلين وخصوصا لرؤية سيدنا خضر عبد العباس بلال بن مالكان عليه السلام وسيدنا إلياس عليه السلام وسيدنا إدريس عليه السلام وسيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. شير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وخصوصا للرشيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وجميع المشايخ في مشارق ومغارب الأحياء منه والأموات وجميع أهل السماوات وجميع أهل السماوات قدس الله سره بشمل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأسرار هذه الصلوات ونفوض أمورنا إليك يا رب العالمين. يا الله kami mohon kepadamu rahasia dan fadilahnya salawat ahli samawat ini dan kami serahkan segala urusan-urusan kami kepada engkau ya Rabb. Kabulkanlah hajat-hajat saudara-saudara kami, kabulkanlah segala permohonan-permohonan saudara-saudara kami. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا مولانا لطفك يا مولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سر جمال صنعك فيما آمله منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجري يا مولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سري جمال صنعك فيما آمنه منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سر جمال صنعك فيما آمنه منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجري يا مولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سر جمال صنعك فيما آمنه منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجري يا مولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سر جمال صنعك فيما آمله منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجري يا مولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سر جمال صنعك فيما آمله منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سر جمال صنعك فيما آمله منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سر جمال صنعك فيما آمله منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سر جمال صنعك فيما آمله منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه أجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سر جمال صنعك فيما آمله منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سر جمال صنعك فيما آمل منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سر جمال صنعك فيما آمله منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سر جمال صنعك فيما آمله منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري
وأرني سر جمال صنعك فيما آمل منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه، وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري، وأرني سر جمال صنعك فيما آمل منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه، وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري، وأرني سر جمال صنعك فيما آمل منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه، وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري، وأرني سر جمال صنعك فيما آمل منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه، وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري، وأرني سر جمال صنعك فيما آمله منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه، وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري، وأرني سر جمال صنعك فيما آمل منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه، أجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري، وأرني سر جمال صنعك فيما آمل منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه، وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري، وأرني سر جمال صنعك فيما آمل منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه، وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري، وأرني سر جمال صنعك فيما آمل منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه، وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري، وأرني سر جمال صنعك فيما آمل منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه، وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري، وأرني سر جمال صنعك فيما آمل منك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل أهل السماوات والأرضين عليه، وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري، وأرني سر جمال صنعك فيما آمل منك يا رب العالمين. يا الله يا رب كامي، kami mohon kepadamu, kabulkan segala hajat-hajat kami dan saudara-saudara kami, kabulkan segala permohonan-permohonannya. Kami mohon apabila di antara saudara-saudara kami ada yang sakit, maka kami mohon sembuhkanlah saudara-saudara kami, apapun jenis penyakitnya. Apabila di antara saudara-saudara kami ada yang terkena gangguan sihir santet, maka hilangkan dan sembuhkan segala gangguan jin sihir santetnya. Apabila di antara saudara-saudara kami ada yang sempit rezekinya, maka kami mohon lapang curahkanlah rezeki-rezekinya dari langit dan dari bumi. Apabila di antara saudara kami ada yang ada amanah hutangnya, maka selesaikanlah hutang-hutangnya, berikanlah jalan keluar agar dapat menyelesaikan segala amanah-amanah hutang-hutangnya. Apabila di antara saudara-saudara kami ada yang bangkrut usahanya, bangkitkan usahanya. Ada yang
sering was-was cemas gelisah takut, maka hilangkanlah rasa takutnya, was-was cemas gelisahnya, dan berikanlah ketenangan hati dan pikiran, jiwa, raga. Apabila di antara saudara kami ada yang dizalimi, maka kami mohon hancurkan orang-orang yang zalim yang terus-menerus melakukan kezaliman. Jika mereka tak mau bertaubat dan melakukan kejahatan-kejahatan, maka kami mohon balaslah perbuatan zalim mereka. Apabila di antara saudara-saudara kami ada yang ada masalah rumah tangganya, masalah dalam pekerjaannya, kami mohon mudahkan ya Allah agar mereka dapat menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga ataupun urusan pekerjaannya. Kabulkan hajat-hajat saudara kami, kabulkanlah dan lindungilah saudara-saudara kami dengan cahaya-Mu, jaga dan bentengilah diri, keluarga dan rumah-rumah mereka dan apapun yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami dengan cahaya-Mu. Jauhkanlah saudara-saudara kami dari segala mara bahaya, bencana, musibah. Jauhkanlah dari kedengkian orang yang dengki, kezaliman orang-orang yang zalim. Bihaqqi ya kana abudu wa iyyaka nasta'in wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa bi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jami'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, teruslah berdoa kepada Allah, mohonlah pertolongannya, perbanyak salawat, perbanyak istighfar dan jaga hati, jaga pikiran. Ya, sinergikan, selaraskan antara hatinya, pikirannya dan tindakan. Ya, kuncinya ada di hati kita. Kalau hati kita selalu berada dalam tumakninah, ya, ketenangan, ya, selalu berada dalam kepasrahan, maka akan menuntun pikiran. Dari pikiran kemudian akan menuntun tindakan. Dari tindakan akan mengarahkan kepada kebiasaan. Ya, insyaallah selalu berbuat kebajikan. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video kami di channel Quran Terapi. Sisihkan satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video-video kami. Sekali lagi, sisihkan waktunya satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video-video kami sesuai dengan keadaan yang jangan terasakan. Dan bagi saudaraku yang ingin membeli herbal rukyah, kami dari channel Quran Terapi menyiapkan berbagai jenis obat herbal terkait dengan persoalan-persoalan rukyah. Ya. Selepas melakukan terapi rukyah, maka konsumsilah herbal rukyah. Bagi yang ingin memesan herbal rukyah, untuk berbagi jenis penyakit, hubung kami di SMS 08 11111112067, ya, SMS. Dan bagi yang saudaraku yang ingin memberikan super thanks, di bawah judul video ini ada tulisan terima kasih, silakan diklik, ya. Di bawah judul video ini ada fitur bagikan, download, remix, terima kasih, ya. Nah ini, di tulisan terima kasih, silakan diklik dan berikanlah infak yang terbaik, insya Allah. Segala infaknya sangat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. I love you minkum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.